عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله باب الحمد مفتوح، والله بالحمد محمود وممدوح، والحمد منه له والمدح منه له، فادخل عليه به فالباب مفتوح. روى السيوطي في كبرى الخصائص عن طه عن الروح عن ذي العرش سبحانه: لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو عرفانه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما كان خلق على ما كان ما كانه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما كان خلق على مبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ومن تكن برسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مشاهدين الأكارم، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، مضاعف لنا ولكم الأجر. مجلسنا اليوم مجلس عظيم يحدثنا عنه أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث أمره عظيم، لأنه يتعلق بشعبة من شعب الإيمان، يتعلق بالحياء الذي هو خصلة من خصال الإيمان، يتعلق بالحياء الذي هو خلق يحمل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناها: مما أدرك الناس من كلام النبوة، أي من جميع كلام الأنبياء صلوات الله عليهم بدءا بآدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام. ومعنى هذا أن الحياء من الأمور التي لم يدخلها النسخ في جميع شرائع الأنبياء. كل نبي يأتي قومه يحثهم على هذا الخلق العظيم الذي يحمل على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى، ويحمل على امتثال ويحملهم على الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهذا طبعا مما أطبقت عليه جميع الرسالات السماوية، بدءا برسالة آدم عليه الصلاة والسلام إلى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل النسخ في الحياء في أي شريعة من الشرائع السماوية أبدا. ولهذا قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث طبعا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه العبارة ما المراد بها. بعضهم قال بأن ظاهرها الأمر، ولكن المراد بذلك الخبر، معناها إذا لم تستحي، بأن لم يكن لك أمر ينهاك عن ارتكاب الكبائر، وينهاك والعياذ بالله عن الوقوع في المحرمات، وينهاك عن الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى أن تنتهي عنها، فاصنع ما شئت. ما دام الحياء لا يمنعك والعياذ بالله من ارتكاب الكبائر، ولا يمنعك من الانكفاف عن المحرمات، فاصنع ما شئت. وهذا وعيد وتهديد بأنك ستجزى بهذا بين يدي الله تبارك وتعالى. فالحياء إذن هو الذي يمنع العبد من ارتكاب المحرمات، وهو الذي يمنع العبد من ارتكاب الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. ولهذا قال: إذا لم تستحي، إذا كان الحياء لا يمنعك من هذه الأفعال فافعلها، وإن فعلتها فاعلم بأنك مجزي بها بين يدي الله تبارك وتعالى، مؤاخذ بها. فالأمر إذن لا ينبغي للناس أن يفهموا
بأنه على سبيل الاختيار، وأن العبد إذا فعله لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، بل هذا وعيد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحياء إن كان لا يمنع صاحبه من ارتكاب هذه الأوامر من ارتكاب هذه الأمور فعليه أن يعلم بأنه مجزي بذلك. والحياء كما قلنا خلق يحمل على امتثال الأوامر ويحمل على الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، لما قال في الحديث الصحيح الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، معناه أن هذا الحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، معناها لا يحمل صاحبه إلا على فعل الخير. والحياء طبعا على أقسام معروفة، هنالك الحياء من الله تبارك وتعالى، والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياء من ملائكة الله، والحياء من كل الناس. والحياء من الله تبارك وتعالى أن تستحي من الله تعالى حق الحياء، أن تستحي من الله حق الحياء بأن تبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى، وأن تكون مسارعا إلى مرضاته سبحانه وتعالى. والتعبير الذي عبر عنه العلماء في هذا الحياء أن لا يفقدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. أن لا يفقدك الله تعالى حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. فهذا هو الحياء من الله تبارك وتعالى. والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمتثل ما أمر به مما أتى به من عند الله سبحانه وتعالى امتثالا تاما، وأن تستحي منه حق الحياء. ومن الحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع صوتك على حديثه، وأن لا ترفع صوتك على كلام الله تبارك وتعالى، وأن تكون مسارعا لامتثال سنته عليه الصلاة والسلام. والحياء كذلك من الكتبة، أن تريحهم من الكتابة عليك، أن يمنعك الحياء الذي جعل الله سبحانه وتعالى بك من انتهاك هذه المحرمات. والحياء مع كل الناس، أن تستحي منهم حق الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولكن هذا الحياء كما قلنا خلق يحمل على امتثال الأوامر وعلى الانكفاف عن النواهي. ثم إن الحياء هذا هو الحياء المحمود، أما الحياء المذموم والعياذ بالله هو الحياء الذي يحمل صاحبه عن عدم تعلم أحكام الشرع، يحمل صاحبه عن الأمر بالمعروف، يحمل صاحبه عن النهي عن المنكر، يحمل صاحبه على ترك الطاعات. فهذا كله من الأمور المحرمة، وهذا ليس من الحياء في شيء. ولهذا العلامة الشيخ محمد مولود الأحمد فال يعقوبي عليه ما رحمة الله يشير للحياء جملة بقوله: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، هو الذي عد من المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمرا وأشبع القوم من الوليمة فانصرفوا عنه سوى ثلاثة لبوا فلم يامر بالانطلاق، فذاك من محاسن الأخلاق، لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يأتي إلا بخير رائحا. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا الأصناف التي يدخلها الحياء، قال: أن الحياء حسن وذم في تعليم علم وأذان فاقتفي ونظر الوجه من المخطوبة إياك والحياء في الثلاثة. ثم إن هذا الحياء أولى به المؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الحياء. فهذا عنترة يقول: وأقض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. وهذا طبع نوع من الحياء. وهذا أبو سفيان قبل إسلامه لما دعاه هرقل ليحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه قال: لولا الحياء وأن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. لولا الحياء، معناها أبو سفيان إنما منعه من الكذب بين يدي هرقل هو مخافة أن ينسب للكذب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل علمه والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يعلم بأن الحياء زينة، وهذه الزينة هي التي تحمله على امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به والانكفاف عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه.
فلا بد أن نعلم بأن الحياء أمره مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أدرك الناس عليه، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحملهم هذا الحياء على امتثال الأوامر والانكفاف عن النواهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. علمنا الله وإياكم علم التقى والأدب. يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، واليأس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبهوا بالكافرين. على بركة الله ندخل أجواء السباق. قصائد مديحية وسباق بين الشعراء أمام لجنة تحكيم تحلق مع القصيد في فضاء المحبة. مدائح وإنشاد يتغنى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاعر الرسول يأتيكم من الاثنين إلى الخميس الساعة 4:30 عصراً، ويعاد بعد نشرة الواحدة صباحا. شاعر الرسول، السباق في نهج المحبة والهدي النبوي الشريف.